وشوشة. لا، المسرح بقى له فترة رجع زي الأول. أنا بحب المسرح جدا، أنا عضو في المسرح القومي بما إني خريجة مسرح والأولى على بقيتي، فاخترت إن أنا أتعين في المسرح القومي. عملت مسرحيات كتير مهمة بحبها قوي، في نجوم كبار ودي حاجة تحسب لهم، يعني زي نور شريف الله يرحمه. أنا أول عمل مسرحي كبير كان لن تسقط القدس، كان مع أستاذ نور الله يرحمه في المسرح، في المسرح القومي. كان في أهلا يا بكوات مع أستاذ عزت العلايلي وأستاذ حسين فهمي، وداع زكي في الوزارة، هاتي صفية والدير مع أستاذ أحمد راتب وأستاذ سوسن بدر، محروسة ومحروس، حاجات كتير عملتها مسرح حلوة. أستاذ يحيى فخراني منور دايما المسرح القومي بمسرحياته الكبيرة والمهمة، في نجوم كتير بيعملوا ده، يعني حتى الشباب، حتى محمد رمضان. يعني مشاكل المسرح القومي؟ لا، المسرح القومي مفيش مشاكل، المسرح القطاع العام عموما ما بيعرفش يسوقه، يعني ما عندهمش قطاع تسويق محترف زي مثلا القطاع الخاص. بس لا، هو ما اعتقدش ان في مشاكل، بالعكس، هي المسرحيات دايما النجوم الكبار زي دكتور يحيى وزي اهلا يا بكوات واستاذ نور، مسرحيات نور كلها كانت بتبقى ما فيش مكان، لو انت مش حاجزه قبلها بكام يوم مش هتلاقي كرسي فاضي. مسرحيه محمد رمضان رئيس جمهوريه نفسه برضه ما كنتش بتلاقي كرسي فاضي. مسرحيات كتير مهمه وحلوه بتتعرض على مسرح الطليعه والسلام، اوقات كتير بتلاقي ما فيش كرسي فاضي. هو احنا بس ما بنعرفش نسوق، لانه نفس عقليه الموظفين اللي مش دارسين تسويق ومتعينين في اماكن التسويق. احنا مشكلتنا في التلفزيون وفي المسرح قطاع عام انه ما فيش تسويق. هم اعتمدوا انه اساسا مش وظيفه مسرح الدوله انه يجيب فلوس، وظيفه مسرح الدوله اللي تابع لوزاره الثقافه انه يثقف الناس. ثقف الناس يعني ينزل لهم بقى في كل حته، في زي ما بيعملوا في جمصه ومش عارف ايه. على فكره دي مش حاجه يعني عيب ولا ده عشان مسرح دوله، بالعكس، لان انت مسرح دوله، انت مسرح تثقيفي، المفروض تنزلي للناس اللي ما بيقدروش يجوا في حته تانية. بنروح بورسعيد، بنروح دمنهور، بنروح حتت في الصعيد، مع ان انا نفسي يبقى في مسارح في الصعيد، ما بقاش في مسارح في الصعيد. فانا لا، مش شايفه ان في مسرح مشكله في مسرح الدوله غير في التسويق. اخر مسرحيه حضرتها من فتره كانت حاجه شباب خالص برضو، كان في مسرح العربي، وشفت انا مش فاكره اسمها بالظبط، بس كان مجموعه شباب عاملين شغل رائع وهايل. دكتور اشرف زكي كمان عامل مسرح للنقابه، ودي حاجه حلوه جدا، بيتقدم عليه مسرحيات، وعامل مهرجان مسرحي للنقابه، ودي حاجه برضو تحسب له يعني، واعتقد هتفرق جدا انها تقدم شباب، لان احنا كممثلين ما بنعرفش نسوق نفسنا. فالحاجه الوحيده ان انت ما بتدفعيش فيها فلوس او مش محتاجه وسايط هي المسرح. وشوشه، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org